وللمزيد حول تقرير العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق معنا من جنيف عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ حسن الشهابي. أستاذ حسن، بداية مرحبا بك. عندما يتحدث تقرير العفو الدولية عن سياسات الإفلات من العقاب في العراق ويصفها بأنها باتت منهجية تحكم واقع الحال في العراق، لماذا وصلت الأوضاع في العراق إلى هذا الحد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة تقرير منظمة العفو الدولية تقرير مهم جدا عن واقع حقوق الإنسان السيء في العراق. حقيقة حالة الإعدامات في العراق كلها بناء على محاكمات مشبوهة وصورية وديكورية، وأغلب المحاكمات لا تتوفر فيها شروط التقاضي العادل، لا قضائيا ولا تحقيقيا ولا حتى إنسانيا. والبداية من التحقيق الغير مهني، حيث أن أغلب المحققين يستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه والغصب. إذن نحن أمام منظومة سلخ ولسنا أمام منظومة عادلة. وأضف إلى ذلك 90% من المحاكمات مبنية على شهادات المخبر السري، وبالتالي انعدام حقوق الطرف الآخر جعل الكثير من المتهمين يفقدون حقوقهم القانونية بالدفاع عن أنفسهم، وبالتالي يتم محاكمتهم بناء على رغبة السلطة والأحزاب. لماذا السلطات غير جادة في محاسبة قتلة المتظاهرين؟ نعم، حقيقة الأمر أن ملف المتظاهرين، يعني متظاهري تشرين، متظاهرين سلميين لم يحملوا السلاح وطالبوا بحقوقهم كبشر، بحقوق الإنسان، يعني حالهم حال أي حقوقهم كحقوق أي إنسان يعيش على هذا الكوكب. جوبه بالقتل، جوبه بقلع أعينهم، جوبه بضربهم بالنار بالرصاص بدم بارد. مع ذلك السلطات إلى الآن من المفترض أن تقوم بتطبيق القانون ومحاسبة من استخدم العنف ضد هؤلاء الذين يكفلوا الدستور، حتى الدستور الذي صنعه المحتل يكفل لهم حقوقهم بالتعبير عن ما يحتاجونه من حقوق الإنسانية. لماذا لم يحاسب هؤلاء؟ نعم، حقيقة الأمر كأننا نطلب من القاتل المتخفي الإفصاح عن هويته، فكيف لنا أن ننتظر من الحكومة أن تحاسب نفسها على جرائمها؟ نعم. من المؤكد أن الحكومة لم تأخذ الأمر بسياق قانون، لأنها ستكون في ورطة، بل بالعكس أن أغلب الأصوات التي تطالب بتحقيق العدالة بهذا الأمر وذوي الضحايا قامت قوات حكومية وميليشيات تابعة للحكومة بإسكاتهم وترويعهم لترك هذه القضية. منهم من قاموا بتهديده ومنهم من قاموا باغتياله. إذا ما جئنا على هذه القضية، قضية محاكمة قتلة ثوار تشرين، القضية ليست عدم جدية، بل قضية إفلات متعمد من العقاب للمجرمين. قضية قتل ثوار تشرين جريمة قتل جماعية وقعت عليها إيران وأمرت بها إيران ونفذها عبيد إيران على رأسهم عادل عبد المهدي. هل سيظل ملف المغيبين قسريا ممن اعتقلتهم الميليشيات، سيظل هذا الملف مغيبا أيضا، سيظل معلقا أيضا؟ يعني تقارير تلو التقارير لمنظمة العفو الدولية تتحدث عن هذا الموضوع. نعم، ملف المغيبين والمختطفين هو ملف جريمة دولية بامتياز، يعني جريمة بمقدار اختطاف 50,000 إنسان، بعض منهم أطفال، وإخفاءهم بشكل متعمد وعلى يد قوات تابعة للدولة وأمام أنظار العالم وأنظار المفوضة بلاسخرت وأنظار السياسيين من كلا الطرفين. جريمة جميع أدلتها موجودة وواضحة بصوت وصورة، لكن في تصوري أن الأشد إجراما من الميليشيات هم الأحزاب للأسف السنية، جميعا بتوافقهم مع القتلة والمجرمين من جانب، ومن جانب آخر متاجرتهم بمعاناة أهالي الضحايا المحرومين من ذويهم. وسمعنا جميعا كيف أن الحلبوسي ببرودة أعصاب يقول المغيبين جميعهم قد قتلوا، ولم يحدد من قتلهم ولا الجهة التي قتلتهم. بالتالي السياسيين السنة هم شركاء بتغييب
وإعدام أو إنعدام مصير 50,000 عراقي غير معلوم إذا ما كانوا سجناء في سجون سرية أو قد قتلوا. والخلاصة من السياسيين نستنتج بأن المغيبين أكيد اختفوا في مقابر جماعية تحت أنظار الحكومة وبإعادة أوليائهم كانوا سواء كانوا إيران أو أي جهة. يجب محاكمتهم كما حكم صدام لأنهم من حكموا عليه بسبب أحداث الدجيل وهو رئيس جمهورية، وكما قالوا هنالك مقابر جماعية. وهل المقابر الجماعية في قضية الدجيل أقل شأنا أم أعلى؟ نعم. على العموم يعني القانون عندما يراد أن يطبق بعد احتلال العراق يطبق في سياقات يعني يراها الكثير من المحللين أنها تخدم المستفيد من احتلال العراق، المستفيد من تدمير العراق، المستفيد من ضياع حقوق العراقيين، والمستفيد من قبضة هذه الأحزاب بالحديد والنار على مصائر الشعب العراقي ومصير شبابه. هناك تعتيم على ملف المغيبين قصرا، هناك تعتيم على ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجونون في داخل السجون، وسنة السلطة يعني يتساءل الكثير من المراقبين في ظل هذا النظام الطائفي الذي وضعه المحتل الأمريكي. سنة السلطة، انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة أظهرت عدم ثقة العراقيين بالعملية السياسية ولا حتى بسنة السلطة. إلى أي مدى يمكن القول سيد حسان أن الشارع العراقي الآن في حالة غليان ضد نظام المحاصصة الطائفي وقد ينفجر على غرار ما حصل في عام 2019 بثورة تشرين؟ في أي لحظة ممكن أن ينفجر بوجه الميليشيات وبوجه الوضع القاتم اليوم في العراق؟ إلى أي مدى تتوقع أن يحصل ذلك؟ نعم، الشعب العراقي عقب هذه التجارب عبر 22 عام وصل إلى قناعة تامة أن العراق لا يستقر بوجود هذا النظام، وأن النظام العراقي انتهت صلاحيته وعمره الافتراضي، وأن هذا النظام سيزال بثورة عراقية شاملة تقتلع هذا النظام التابع لإيران، وأن العراقيين جميعا من الجنوب إلى الشمال لم يعد يناسبهم نظام تابع لإيران ويحكم العراق بقبضة ديكتاتورية، ولن يصمد هذا النظام أكثر من عام آخر، وبوادر سقوطه بدأت أوضح من أي وقت آخر. نعم، شكرا جزيلا سيد حسان الشهابي الكاتب والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف.